حركة النهضة رشد الغنوشي بسنة سجنا. طبعا نحن سمعنا كغيرنا من الناس بصدور هذا الحكم عن وسيلة إعلام لنا ثقة كبيرة في موزايكا أخبارها. طبعا نحن لم نحضر الجلسة ولم نستدعى إليها ولم يحضرها منوبنا. منوبنا اللي قرر والجميع يعرف أنه قاطع كل التواصل مع القضاء وقاطع جلسات الاستنطاق والتحقيق والمحاكمة. إذا جاء هذا الخبر، لو صح هذا الخبر فإنه متماش مع ما قرره منوبنا استبطانا لما قال لما كان يقوله الأستاذ باجي قيد السبسي رحمه الله: إذا خلالك الجو جو صديقي وفرحي. لشكون هذايا تقولها معناتها الجملة هذايا؟ القضاء ولا لشكون؟ للجميع، لمن يرى أنه مقصود بهذه القولة. معناتها أنتم كلسان دفاع لحظرتوا للترافع ومنوبكم أيضا مقاطع كل الجلسات القضائية، كيفاش باش تصرفوا اليوم كلسان دفاع معناتها أستاذ مختار الجماعي؟ طبعا نحن تناهينا مع موقف منوبنا الأستاذ الغنوشي الذي قرر والقرار الأخير له. لا يمكن لإنسان الدفاع أن يفعل شيء في مغيب المتهم. الحكم لا نعرف هل صدر معتبرا حضوريا ولا صدر غيابيا. لا يمكن أن نتخذ قرارا إجرائيا إلا بعد الرجوع لمنوبنا الذي يبقى له السلطة الأخيرة والكلمة الأخيرة في تقرير المآل. مثلا إذا كانوا بشي يحثنا على الطعن بالاعتراف في هذا الحكم، فإن هذا الأمر يستوجب حضوره، وحضوره يتناقض مع القرار الذي اتخذه. إذا كان قبله فيكون نافذا بعد الإعلام به وفوات أجل العشر أيام. بالتالي نحن نعتقد اللي الأستاذ الغنوشي هو المستحكم في تقرير مآل هذا القرار. ما عدا اللي باش يقولوا منوبكم انتم باش تمشوا فيه. اذا قبل بهذا الحكم ولم يتم الطعن فيه، ما عدا باش يقاضي العقوبه السجنيه اللي هي سنه سجنا. واذا كان دعاكم الى الطعن في هذا الحكم، يتوجب انه يكون حاضر هو معناتها، وانه معناتها ما عادش يقاطع القضاء، يكون حاضر في الجلسات القضائيه وتطعنون في هذا القضاء. يعني مربوطين الايدي انتم اليوم، ما عندكم حد شيء، ما تنجموا تعرفوا حد شيء الا ما تتاكدوا من هذا الحكم وتتواصلوا مع منوبكم. جميع الاطراف هنا ولا استثني احدا مربوطي الايدي. بالنسبه للاستاذ الغنوشي، وقف على الصبغه ما في محاكماته من تنكيل، ما في محاكماته من صبغه سياسيه، أوكل أمره لله من خلال رسالة أرسل بها للقضاء، القضاء يعرفها. وبالطبيعة نحن سنعود لمنوبنا للنظر في موقفه من هذا. هي القضية اللي تم الحكم حسب ما أوردته إذاعة موزايكا فان، هو في قضية رفعها ضده أحد النقابيين الأمنيين على كلمة طاغوت، هذه هي القضية. لو صحت هذه الواقعة، فإن الأمر يتعلق بقضية حضرنا معه استنطاقها في العوينة، ثم حضرنا التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. تتعلق وقائعها في أنه منذ سنة أو أكثر حضر الأستاذ الغنوشي في منطقة تطاوين تأذين صديق له، قال فيها إن هذا الميت رحمه الله أشهد أمام الله أنه لم يكن يخشى حاكما ولم يكن يخشى طاغوتا ولم يكن يخشى ظلما. وتشدد عند التحقيق على أن مصطلح الطاغوت هو المبالغة في الظلم، وهي عبارة قرآنية وردت في القرآن. بالفعل استغلها فريق إرهابي، ولكن لا يعني ذلك مصادرة المصطلح. المصطلح قرآني لا يمكن لأي شخص أن يستحوذ عليه. وقت الأستاذ الغنوشي كان في الحكم، كان الغنوشي محاط وفي حراسة الأمنيين، فكيف يقصد بهذا المصطلح غير ما ذهب إليه؟ بالتالي لا نعتقد. نحن كان لنا أمل في القضاء أن يحكم بما توفر في الملف، أن يرجع إلى مرافعاتنا، أن يرجع إلى تصريحات منوبنا فيما قصد من هذا المصطلح،
ولكن يبدو أنه يبدو أنه لم يعد إلى ذلك ولم يراعيه. في الأخير خرج الأستاذ الغنوشي هو الرابح من هذا الحكم. باش ما تقول لي كيفاش رابح؟ رابح بأنه الأستاذ الغنوشي الذي اتهم عديد الاتهامات في الأخير لثاني مرة يقع الحكم عليه وزارة بطاقة دعم في حقه من أجل تصريح شفوي متعسف في تفسيره. ما تراش انكم انتوما اليوم منوبكم بالاساس وانتوما كلسان دفاع تتحملوا جزء من المسؤوليه اليوم في الاحكام اللي قاعده تصدر ضدكم من القضاء بتغيبكم عن الجلسات اليوم. ماذا سيفعل القضاء اذا كان متهم في قضيه ما غائب وفريق الدفاع نتاعو غائب؟ يعني يقول لك انا باش نتعامل مع ما هو موجود عندي. معناتها ما تراوش انكم تتحملوا جزء المسؤوليه في هذا الاطار استاذ مختار جماعي؟ ابدا. منوبنا قام بحركه احتجاجيه، ما في اقواله مسجل عليه عند باحث البدايه وعند قاضي التحقيق، مرافعاتنا كمحامين مسجله في الملف. عدم حضور المتهم يفرض على المحكمه ان تعود الى ما احتواه الملف، بالتالي مساله المقاطعه من الناحيه الاجرائيه لا يمكن ان تكون مؤثره على اصدار الحكم. لو ارادت المحكمه ان تتعمق فيما توفر لديها، ولكن مثلا الغنوش يعتقد أنه مستهدف في آرائه، مستهدف في مواقفه، مستهدف في نشاطه. لذلك فإن كل تقريبا القضايا كانت مستندة إلى تصريحات. به يا سيدي تو التصريح نتاع الأستاذ الغنوشي هذا عنده عام ونص ثاني، فهل أنه ثبت توظيف هذا التصريح أو ثبتت آثار واقعية عملية لهذا التصريح؟ لا يمكن ذلك، لا يمكن خوض ذلك، ولا يمكن لأي شخص معناته ممن وقع تتبعه من أجل الإرهاب أن يؤكد أنه إنما قام بذلك بناء على مقال للأستاذ الغنوشي، صفينا الأستاذ الغنوشي في يوم كذا في شهر كذا في المكان الفلاني. بالتالي هذا هراء، هذه محاكمة للرجل في آرائه لا يمكن أن تستمر مثل هذه النهاية. شكرا جزيلا أستاذ مختار جماعي فضلك، عضو هيئة الدفاع عن رشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. شكرا لك، نواصل معكم لقاءنا. مرحبا بكم. وزارة التربية تدعو إلى تنزيل الأعداد وتهدد باتخاذ التدابير.